تعلمي العربية مع أم نام. مرحبا أم نام، تبدو مرتبكا قليلا. انظر، إنه قلم رصاص. ماذا يفعل هنا؟ إنه يرسم شيئا ما. هل هي طائرة؟ هل هو سوبرمان؟ إنه عصفور. جيد جدا. واو، انظروا، الوردي والأصفر. أم نام، إنها تطير بعيدا. تحب الطيور أن تطير في السماء، وهي تعيش في قمم الأشجار في المرتفعات، يبنون منزلا يسمونه العش. ها هو قلم الرصاص مرة أخرى. دائرة ومثلث، ديناصور، دجاجة. أوه، لا يمكن، إنها سمكة. تعيش الأسماك في الماء. إنها تحب أن تعيش في المحيطات والبحار والأنهار. أوه، انتبه أم نام، حاول ألا تمشي على الأشياء. إنها زهرة. شمس بأرجل. ثعبان. لا، أوه، إنه أسد. كن حذراً أم نام، لا تقترب منه كثيراً، لا تريده أن يأكلك، أليس كذلك؟ الأسد ملك الغابة، وهو يعيش في كهف يسميه العرين. أوه، يا إلهي، لا تقلقوا، زئيره مخيف جداً. بسرعة، إنها مركبتك، فلنخرج من هنا. أنت تطير. وداعاً. مرحبا أم نام، كيف حالكما؟ فلنتعلم الألوان. هذا هو اللون الأحمر، فلنضيفه إلى الوعاء، ونضيف القليل من اللون الأزرق. أوه، على ماذا حصلنا؟ على البنفسجي. الأحمر عند مزجه مع الأزرق يعطينا اللون البنفسجي. فلنضيف اللون الأصفر، نسكبه هنا، والآن أم نام يضيف اللون الأحمر له. فلنمزجهما سوياً. على أي لون حصلنا الآن؟ أصفر عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون البرتقالي. أجل أم نام، فلنحاول مجدداً. فلنضيف اللون الأحمر. حسناً، والقليل من اللون الأخضر. انظر إلى هذا، لقد تغير اللون. أجل، الأحمر عند مزجه مع الأخضر يعطينا اللون البني. حسناً، فلنجرب اللون الأبيض. عمل جيد، أحسنت يا أم نال. أجل، فلنضيف بعض اللون الأحمر. انظروا على ماذا حصلنا. الأبيض عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون الوردي. مرحى، أحسنتما صنعاً. حان وقت الذهاب. وداعاً. نجمة. نجمة واحدة. صانع خبز الزنجبيل. رجلان من خبز الزنجبيل. الرجل الثلجي. ثلاثة رجال ثلج. أجراس عيد الميلاد. أربعة أجراس عيد ميلاد. علب هدايا. خمس علب هدايا. ستة جوارب. عيسي الحلوى. سبعة حلوى قصب. ثمانية بابلز. زي
مدينة الميلاد. 9 قطع زينة ميلاد. 10 أضواء خرافية. 10 أضواء خرافية. 10 ميلاد مجيد. مرحبا أمنا، ما الذي تنتظره؟ أوه، الجو حار، أليس كذلك؟ هل تنتظر الحافلة؟ ها قد أتت. لكن مهلا، لماذا تبدو الحافلة باهتة؟ أعتقد أنه علينا تلوينها. أجل، ما رأيك؟ توقف عن الرقص ودعنا نفعل شيئا. هل لديك أي فكرة؟ أجل لديك. لقد تحولت إلى بطل خارق وقمت بتلوينها بالأصفر. إنها حافلة صفراء اللون، رائع. ما هو اللون التالي؟ العجلات. ماذا سيكون لونها؟ عجلات وردية اللون. حان وقت تلوين البوق. مهلا، ماذا سيكون لونه؟ حصلنا على بوق أحمر اللون. ما اللون التالي؟ حان وقت الباب. ما هو لونه؟ باب أخضر. أعتقد بقي لدينا النوافذ، لنلونها جميعا وسوف نجعلها زرقاء. لدينا نوافذ زرقاء. الحافلة جاهزة، أمستعد للذهاب؟ لا تتأخر، وداعا. هل تريد البيتزا؟ البيتزا اللذيذة؟ نعم
نعم نعم، أريد البيتزا مع زيتون وبعض الجبن، الريحان والزعتر، أريد منها أكثر. هل تريد الكعك؟ الكعك اللذيذ؟ نعم نعم، هيا نخبز كعك مع الحشو والكريمة، شوكولاتة وكرز، طعمها لذيذ. إيها، مرحبا يا أطفال، إنها شجرة قطع الحلوى. مرحبا أمنا، كيف حالك اليوم؟ نعم، أنت في الصحراء. ما هذا؟ إنها آلة حلوى. أوه، نريد أن نحصل على واحدة. أتذكر أم نوم، كان لديك حلوى بالأمس، لذا أعطها لأم نان. ها هي آتية. نعم، حلوى، قطعة واحدة. الآن تذكر دور أم نيل، أعطها إياها. عملة ذهبية لأم نيل، يجب أن تحتفظي بها. يا إلهي أم نوم، لا تكن أنانيا، أعطها إياها. تعال أم نوم. يا إلهي، إلى أين تذهب؟ هذا هو، هناك شيء ينمو. ما هذا؟ نعم، إنها شجرة الحلوى. فكرة رائعة أم نوم، ضع عليها القليل من الماء. ضع المزيد، عمل ممتاز. احترس. يا إلهي، انظروا، انظر أم نوم، إنها شجرة حلوى عملاقة. نعم، عليك تسلقها. استمر. يمكنك ذلك، أحسنت. اقفز 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 من ورقة واحدة إلى الورقة التالية، ستصل. لا أم نوم، أعطها لأم نال. تذكر أنها كانت عملتها المعدنية. أحسنت أم نوم، أنت صديق رائع. عائلة أصابع الفاكهة. أم نوم، تفاح، إصبع تفاح، إصبع تفاح، أين تكون؟ أنا هنا أنا هنا، ماذا تفعلون؟ موز، إصبع موز.
رياضتك المفضلة؟ رياضتك المفضلة هي كرة القدم؟ رياضتي المفضلة هي كرة القدم أيضاً. أمل، ما هي رياضتك المفضلة؟ رياضتك المفضلة هي تزلج على الجليد؟ رياضتي المفضلة هي تزلج على الجليد أيضاً. ما هو الخضار المفضل لديك؟ أمل، الخضروات المفضلة لديك هي الطماطم؟ الخضروات المفضلة لدي هي الطماطم أيضاً. أمم، ما هي الخضروات المفضلة لديك؟ الخضار المفضل لديك هي الجزر؟ الخضروات المفضلة لدي هي الجزر أيضاً. ما هو حيوانك المفضل؟ حيوانك المفضل هو الخروف؟ نعم، حيواني المفضل هو الخروف أيضاً. أمل، ما هو حيوانك المفضل؟ حيوانك المفضل هو القرد؟ حيواني المفضل هو القرد أيضاً. أمم، ما هي رياضتك المفضلة؟ رياضتك المفضلة هي كرة القدم؟ رياضتي المفضلة هي كرة القدم أيضاً. أمل، ما هي رياضتك المفضلة؟ رياضتك المفضلة هي تزلج على الجليد؟ رياضتي المفضلة هي تزلج على الجليد أيضاً. أمم، الخضار المفضل لديك هي الجزر؟ الخضروات المفضلة لدي هي الجزر أيضاً. أمل، الخضروات المفضلة لديك هي الطماطم؟ الخضروات المفضلة لدي هي الطماطم أيضاً. أمل، حيوانك المفضل هو الخروف؟ أمل، حيواني المفضل هو الخروف أيضاً. حيوانك المفضل هو القرد؟ حيواني المفضل هو القرد أيضاً. مرحباً أم نوم، تبدو مرتبكاً قليلاً. انظر، إنه قلم رصاص. ماذا يفعل هنا؟ إنه يرسم شيئاً ما. هل هي طائرة؟ هل هو سوبرمان؟ إنه عصفور. جيد جداً. واو، انظروا، الوردي والأصفر. أم نوم، إنها تطير بعيداً. تحب الطيور أن تطير في السماء، وهي تعيش في قمم الأشجار في المرتفعات. يبنون منزلاً يسمونه العش. ها هو قلم الرصاص مرة أخرى. دائرة ومثلث، ديناصور، دجاجة. أوه، لا يمكن، إنها سمكة. تعيش الأسماك في الماء. إنها تحب أن تعيش في المحيطات والبحار والأنهار. أوه، انتبه أم نون، حاول ألا تمشي على الأشياء. إنها زهرة. شمس، شمس بأرجل، ثعبان. لا، أوه، إنه أسد. كن حذراً أم نون، لا تقترب منه كثيراً. لا تريده أن يأكلك، أليس كذلك؟ الأسد ملك الغابة، وهو يعيش في كهف يسميه العرين. أوه، يا إلهي، لا تقلقوا، زئيره مخيف جداً. بسرعة بسرعة،
إنها مركبتك، فلنخرج من هنا. أنت تطير. وداعاً. سوبرنوم أزرق، سوبرنوم أزرق، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سوبرنوم أخضر، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سوبرنوم وردي، سوبرنوم وردي، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سوبرنوم أصفر، سوبرنوم أصفر، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سوبرنوم أحمر، سوبرنوم أحمر، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ فريق السوبر نوم الرائع، أين تكون؟ نحن هنا، نحن هنا، ماذا تفعلون؟ الطقس مع أم نوم. واو، ما هذا؟ أوه واو، ماذا سيحدث؟ ماذا هناك؟ درجة الحرارة مرتفعة. احترس أم نوم. رائع، الصيف، أليس الجو حاراً جداً؟ دعونا نلف العجلة مرة أخرى ونغير الطقس. ها نحن ذا. واو، أوه، أعتقد أنه سيصبح أكثر برودة. الشتاء جميل جداً، حان وقت عيد الميلاد تقريباً. واو، جميل جداً، حان وقت عيد الميلاد تقريباً. واو، عمل عظيم. دعونا ندير العجلة مرة أخرى. رائع، هذه المرة سوف تتفتح الزهور. حان وقت الربيع. رائع. نعم، عمل جيد أم نوم. واصل التقدم. رائع، انظر إلى سقوط الأوراق، إنه الخريف. نعم، ياي.
لقد مررنا بكل الفصول، الآن حان الوقت السحري. رائع! واو! إنه أفضل وقت ليأخذ قسط من الراحة. إلى اللقاء! التجاري. أجل، لنتسوق قليلا من أجل الحفل لنشتري قميصا. قميص. ما الذي يجب على أمنم شراؤه أيضا؟ ما ذلك؟ بنطال. سيحب أمنم هذا. تنورة. يبدو هذا جميلا. هذا لطيف للغاية يا أمنم. تعجبها القبعة. قبعة. هذا شيء تود شراءه يا أمنم؟ لنجربه ومن ثم نقرر. أجل، لنشتري الوشاح. وشاح. لنبحث عن المزيد. يبدو هذا رائعا، ولكنه مرتفع جدا. لنحاول القفز يا أمنم. نكاد نصل. تماسك. لقد سقط. لقد وضعت الصناديق فوق بعضها لتصل إليه. سترة. حصلنا عليها. حان الوقت للاحتفال والرقص. مرحى. أولي. حان وقت حفلة الرقص. هي. مهلا. ما هذا يا أمنم؟ لنتصور من أجل الذكرى. إلى اللقاء. كرة القدم. تنس. <تنس.
كيف حالك اليوم؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أوه، انظر! على ماذا تحتوي هذه البيضات؟ ماذا تفعل بها؟ لا، أمنم! لا أعتقد أن القفز عليها أمر صائب. ما رأيك أن نقوم بتلوينها؟ أجل، إنها فرشاة! لنجرب تلوينها باللون الأخضر. برأيك على ماذا سنحصل إن أضفنا الأخضر؟ انظر، انتهينا من طلاء اللون الأخضر. يا إلهي، إنها على وشك أن تفقس. إنه براكلي. رائع. هل ترغب بتناولها أم نوم؟ سنضيف الآن اللون البنفسجي. ما الذي سنحصل عليه يا ترى؟ أوه، انظر، إنها على وشك أن تفقس. ما الذي تحتويه برأيك؟ أوه، انظر، إنها تفقس. إنه باذنجان. أتساءل على ماذا تحتوي التالية. والآن فلنضف اللون البرتقالي. أجل، كدنا ننتهي. انتهينا، لقد لوناها بالبرتقالي. لنرى إن كانت ستفقس. أوه، ما هذا؟ إنها جزرة. لدينا واحدة أخرى لتلوينها. لنقم بتلوينها. انظر الآن، كدنا ننتهي. لقد لوناها باللون الأحمر بالكامل. برأيك على ماذا سنحصل؟ إنها تفقس. إنها طماطم. أجل، الخضار صحية جداً يا أمنم. إلى أين تذهب هذه الخضار؟ انظر، ستدخل الخضار إلى الخلاط. أتساءل ما الذي ستفعله بها؟ أوه، فهمت الآن. لقد صنعت العصير من أجل أمنم. تبدو سعيداً جداً أمنم. قمت بعمل جيد. أحسنت. سنعثر اليوم على التفاحة مع أمنم. مرحبا أمنم، كيف حالك اليوم؟ هل تبحث عن شيء ما؟ إلى أين أنت ذاهب؟ عما تبحث؟ أوه، تفاحة؟ فلنذهب ونتناولها. إلى أين ذهبت؟ هيا فلنتبعها. يوجد الكثير من الحلوى هنا. لا مشكلة من أن تدخل. أجل، أوه، أمنم يسقط. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ أوه، أمنم، هل أنت بخير؟ انظر، يوجد تفاحة وهي تهرب مجدداً، فلنتبعها. أجل، اركض بسرعة يا أمنم. يمكنك إمساكها. أوه، كن حذراً. هيا فلتقفز. أجل، يمكنك الإمساك بها. لماذا تتراجع؟ أوه، فهمت الأمر الآن. هذه حركة ذكية. كدت أن تمسك بها. أجل، فلتزحف وتخرج من هنا. هيا بنا. أجل، أين هي؟ إنها فوقك تماماً. أجل، تسلق بحذر أمنم. الآن اقفز. أوه، لقد ذهبت إلى الأسفل. فلنتبعها إلى هنا. أجل، تمكننا منها. حان وقت تناولها. أوه، لديها يدين وقدمين وبدأت تطاردك أمنم. اركض بسرعة أمنم. يا إلهي، أنا سعيد بأنه حلم. هل يمكن أن تكون صالحة للأكل؟ فلتلمسها لتتأكد. إنها صالحة. هاي بوب. وداعا أمنم. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.